السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إني لأشكر الله عز وجل وأثني عليه الخير كله الذي يسر هذا اللقاء في مسجد الجفالي رحمه الله، ورحم ووفق كل من قام على هذا المسجد. أيها الأحبة، إن درسنا أو كلمتنا هو عن العلم، عن فضل هذا العلم. وإذا قلنا العلم فإنما نريد به العلم الشرعي، العلم المستند إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه فيهما، حيث أننا في دين هو دين العلم، لأن دين الإسلام هو دين العلم. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم معلماً، هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولذلك فالذين لا يتعلمون العلم هم في ضلال مبين. إلا أن العلم على قسمين، فالقسم الأول العلم الواجب الذي يجب على كل أحد أن يتعلمه، وهو ما لا تصح العبادة إلا به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وذلكم هو العلم الذي لا يجوز لأحد منا أن يكون جاهلاً به. كل مسلم عليه أن يتعلم ذلك، ليتعلم ما تصح به عبادته، ما يعبد الله على طريقه، على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العلم الآخر النافلة، وهو ما زاد على ذلك، أخي المسلم، إننا نحن نعيش في دين عظيم، دين يتطلب منا أن نتطلع إلى القمم وأن نعيش على القيم. وإن هذا الدين هو دين العلم الذي يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. وقد تحدث عن هذا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن هذا هو العلم الشرعي، فمن أراد أن يرتفع الدرجات فعليه بعلم القرآن، وعليه بعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العلم كله في هذين الوحيين، في هذين الوحيين اللذين علينا أن نهتم بهما وأن ننشرهما في هذا العالم، ليسمع العالم قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هناك من الناس من ينشرون الفسق والفساد في العالم، فحري بنا وواجب علينا أن ننشر هذا العلم من خلال هذه الدروس وهذه المحاضرات وهذه المساجد التي جهزت وهيئت لذلك. وعسى أن يكون برنامجنا في هذا المسجد لنشر الوحيين كما نظمت مع إخواني في المكتب التعاوني. أيها الأحبة، إن من فضل العلم، ويكفي طالب العلم أن الله عز وجل استشهد به على توحيده. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فتأمل وفقك الله، والله عز وجل يستشهد بالعلماء على توحيده، وعلى أنه سبحانه
هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، ويقرن شهادتهم مع شهادة الله ومع شهادة الملائكة، بل تكون تلك الشهادة على توحيد العبادة وعلى جميع أنواع التوحيد، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فهي شهادة على عبادته وتوحيد عبادته، وهي شهادة على توحيد أسمائه وصفاته. فهنيئاً لك يا طالب العلم، وسيأتي في آخر الكلمة برنامج عملي في التطبيق العملي في العلم الذي أمرنا الله به. أيها الأحبة، إن من فضل هذا العلم أن أهله هم الذين يحققون ويدققون النظر في مآلات الأمور وفيما ينفع وما لا ينفع. ولذلك لما خرج ذلك الرجل في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذه نظرة الدون، نظرة الذين لا يهمهم إلا الدينار والدرهم، لا يهمهم إلا الأموال، لا يهمهم إلا العيش الدنيوي. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم أتنظرون إلى هذه الحقارات، ثواب الله خير، ثواب الله خير. هذا الثواب يتناول جميع أنواع الثواب، حتى قال أهل العلم إن هذا الثواب هو ما يجده العبد من لذة في طاعة الله وعبادته، وما يجده من الثواب على ذلك عند الله عز وجل خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لكن من يلقى هذه المرتبة ومن يلقى هذه المنزلة إلا من صبر وتعلم وجعل الوحيين نصب عينيه وتفقه في هذين الوحيين وسار في حياته عليهما. ولذلك أخي الحبيب، إن استطعت، اسمع هذه الكلمات، ألا تتحرك إلا بسنة فافعل. إن استطعت ألا تخطو خطوة إلا بسنة فافعل على منهج النبوي. إن استطعت ألا تأكل لقمة أو تنظر نظرة أو تستمع حديثا إلا بسنة فافعل. إذا أردت أن يرفعك الله عز وجل، فإن الله يرفع العلماء، يرفع العلماء، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن فضل العالم كفضلي على أدناكم. الله أكبر. لماذا هذا العالم؟ لأنه تعلم من مين؟ تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أفضل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، فتمثل حياته أمامه، تمثل أقواله وأعماله ومنهجه وحياته في ليله ونهاره، فسار على منهجه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولذلك من الساعة، نحن لا نريد كلاما ولكن نريد تطبيقات عملية ونريد برامج عملية، أن من تعلم منا شيئا من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام طبقه في حياته. بل إن طالب العلم لا يمر عليه يوم إلا وقد ازداد علما. إن الناظر في طالب العلم
لا يبقى على ما علمه، بل إنني أرى أن طالب العلم عليه أن يستزيد كل يوم وأن يقرأ كل ليلة وأن يتأمل وأن يتفكر في هذا القرآن العظيم الذي هو مليء بالعلم، وأن يعود إلى هذا القرآن العظيم الذي فيه العلم وفيه النور أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. وأريد أن أذكر مسألة واحدة تطبيقا عمليا، وكيف كان رسول الله كما قالت عنه عائشة كان خلقه القرآن. لو قال أحدنا أريد أن يكون خلقي القرآن كيف أفعل؟ وأنا سآتي مسألة واحدة فيها برنامج عملي، وهي مسألة الصلاة، لأن كل واحد يصلي. لماذا لا يكون أحدنا إذا أراد أن يصلي أن يعيش مع القرآن من أول الأذان إلى أن يسلم من صلاته؟ يقول واحد كيف أسوي؟ كيف يعيش؟ إذا أذن المؤذن، هذا برنامج واحد عملي، خل برامج الثانية كثيرة، فقام إلى الوضوء وهو يتأمل قول الله أمامه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذه الآية فين وضعها؟ في ذهنه وخاطره وقلبه، فهو يقول: أقوم ممتثلا لك يا رب، بل كلما غسل عضوا تذكر ذلك المقطع من الآية، فغسل وأيديكم فغسل وامسحوا. هذا هو تمثل القرآن في الحياة العملية. ثم إذا قام إلى وضوئه، الآية أمامه الآن، حنبغى يكون القرآن يتحقق. هذا هو العلم، لأن العلم يورث العمل، يورث التطبيق. فإذا قام يتوضأ تمثل أمامه حديث عثمان في الوضوء: من توضأ نحو وضوئي هذا. فكأنه الآن يسير مع مين؟ يسير مع القرآن ومع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا توضأ وقد درس أحكام الوضوء، ماذا يدعو به بعد الوضوء، ثم قام إلى صلاته وهو يتأمل قول الله: أقيموا، ما قال صلوا. لو قال صلوا إيش معناه؟ أي صلاة مشي حالك. لكن هو يقول: أقيموا الصلاة. كما يقيم الصلاة يا شيخ؟ فهو يتأمل آية أمامه ويتلهف لإقامتها، ويتأمل قول رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد درس أحكامها، فإذا ركع فرسول الله قال كذا، وإذا رفع رسول الله قال كذا، وإذا سجد وإذا حتى سلم من صلاته. هل هذا مثل أي واحد ثاني؟ هذا هو العلم الذي يورث التطبيق والذي يورث العمل. ولذلك نريد أن نتعلم العلم الذي يورث العمل، نريد أن نطبق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر فضل العلم، العلم كلام فيه طويل، وذاك هو أفضل النوافل، بل هو مقدم على الصلوات عند أصحابنا، خلافا لطائفة من أصحاب الشافعي يقدمون إيش؟ هذا كلام فقهي. المهم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يطلب في علم ماذا؟ سهل الله به له طريقا إلى الجنة. وإذاك أنت عندما تطلب العلم، الحديث قدامك حاطه أنت، إحنا نبغى نطبق العلم بالعلم.
فعندما يسير إلى درس ويتأمل هذا الحديث أمامه يصدق رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. وهذا الكلام في ذهنك. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. أنت رايح الدرس هنا تحس بلذة، مو يسحب نفس حبان، تحس بلذة، شعور آخر، شعور. نعم، هذا هو ميراث النبوة، هذا هو الميراث الحقيقي. إذا تقاتل الناس على المواريث وعلى الأموال وعلى العقارات وعلى المحطات وعلى الشقق وعلى وعلى، فذلكم هو ميراث رسول الله، هو العلم. كما قال ذلكم الصحابي: أنتم الناس في السوق الآن وميراث رسول الله يقسم في المسجد. وجوك الناس هب على المسجد، ظنوا أن في المسجد إيش الدنانير والدراهم، لأن أكثر الناس على هذا إلا رحم الله. وجدوا ماذا؟ الحلق، وجدوا القرآن، وجدوا من يدرس. ماذا ما وجد؟ قال: هذا هو ميراث رسولكم صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الميراث الحقيقي. يكفيك يا طالب العلم أنك على هذا الميراث. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إي وربي. وإذاك هل الأنبياء معهم ميراث يا إخوان؟ الشيخ زيد عندهم ميراث، حتى الأموال إيش قالوا؟ ما تركنا؟ قالوا معنا هذه شيلوها بقوسكم، يعني حتى الذرية أولادهم ما يدرون وراهم قومش، ما تركنا صدقة. يقول عليه الصلاة والسلام: لكن هذا هو الميراث، هذا هو العلم. قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام: ولذلك ارفع رأسك يا طالب العلم، فقدوتك وأسوتك محمد عليه الصلاة والسلام. وأنت في دين العلم دع عنك إيش الجهال، دع عنك الجهل. نعم، ما الذي ركس الناس في الذنوب والمعاصي إلا الجهل بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته؟ ما الذي ارتكس بسببه كثير من الناس إلا الجهل بهذا القرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وإن قرأوا القرآن ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وإن فضل العالم، تأمل شوف، على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. أنت إذا تأملت هذه المعاني، نعم، عادك تراجع عن العلم، تنظر عادك إلى الدنيا هذه التافهة، هذه الحقيرة التي تسوي عند الله جناح بعوضة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فالعلماء عندهم النظرة المتميزة، فهم ينظرون إلى الآخرة ويقدمون ما كان لها، وأما الدنيا لا ينظرون إليها. وقد سمعتم كلامهم لما ردوا على أولئك، نعم، وأنكروا عليهم: ويلكم، ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن ولا يلقاه إلا الصابرون. أخي المسلم، انظر في نفسك، انظر في وضعك. لا يقول واحد منا أنا ما تعلمت، بإمكانك أن تتعلم الآن. أبو بكر تعلم صغير ولا إيش؟ رضي الله عنه. عمر كم يتعلموا كبارا وأصبحوا علماء الأمة ومصابيح الدجى، وتعلم هنا من المشايخ عند الشيخ القرعاوي وعند الشيخ حافظ أناس وهم كبار في السن، وأصبحوا علماء دعاة إلى الله عز وجل في توحيد الله وفي الفقه
وفي التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنت أيها الحبيب وقد وصل إليك هذا العلم من هذا الرجل الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، أنت واحد من ثلاثة. وفي حديث أبي موسى يقول عليه الصلاة والسلام، شوف هنبقى عمل تطبيقي، كل واحد ينظر نفسه أمام هذا السيد. مثلي يقول: ومثل ما جئت به من الهدى والعلم. شوف نحط أنفسنا قدام السيد هذا ونشوف. كمثل غيث، الغيث الكثير، أصاب أرضا. الأرض من هم؟ نحن. فكان منها نقية، يعني تقبلت هذا العلم، فأنبتت الكلى والعشب الكثير. هذه طائفة. فكر لثلاث طوائف: هذا السيل جاء على الأرض هذه، نحن الأرض، كل واحد منا ينظر في نفسه. والله جل وعلا يقول: بل الإنسان على نفسه إيش؟ وكل واحد يعني يقول يعني نفسه. وكانت طائفة منها أجادب أمسكت الماء، يعني إيش ما أمسكت؟ مسكته زي تقول الغيران اللي مثلا في الجبال صخور تمسك الماء. فسقى الناس وزرعوا، يعني عبوا منها، وايتها تقول اليوم ها، سدوا منها الأغنام، حطوا عليها مواطير، إيش زرعوا أراضيهم. وكان منها ما هو إنما هو قيعان، نعوذ بالله من هذا الصنف، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. يعني هذا أسأل الله العافية لا خير فيه. يا هذا العلم حتى لو تعلم لا يطبق ولا يرعوي ولا ينصرف عن معصية، وإنما يهمه دين دنياه فقط، الآخرة ما لها عنده أي حساب. نعم. حتى لو تعلم. ولذلك نحن أمام هذا الغيث، وإذا قال عليه الصلاة والسلام فذلك إيش؟ مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم. حط تحتها خطين، ها، علم في نفسه وإيش؟ ولك يا من تعلم، يا من يسمعني الآن، هل علمت؟ هل أخرجت هذا العلم فعلمته الناس؟ هل علمت بل أسرتك فهم أولى الناس بك؟ هل قعدت مع والديك علمتهم كيف يصلون، أصول الإيمان؟ علمتهم ما يجب لله، نعم، حقوق الله عز وجل، كيف يكون حالهم مع الناس، كيف يكون حالهم مع الأسر، بل مع النفس. فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به، هذا النوع البايخ، نعم، السافل، نسأل الله العافية، ما رفع رأسه بهذا العلم، فلم يتأثر بعلم ولم يقم فيه بعمل ولا بتطبيق. وإن كان الذين استفادوا من هذا الغيث هم على نوعين، وهو العلم هذا ينقسم إلى قسمين: قسم علم حفظ. ما علم حفظ يا شيخ؟ عارف يا شيخ، هذا يحفظنا القرآن جزاه الله خير، يحفظنا السنة، ها، لكن يؤديها للصيارفة، يؤديها إلى الفقهاء، ها، هذا يحفظ، كما قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا طائفة. وعندنا كثير من هذا الحال، عندنا حفاظ قرآن، وإن كان سبحان الله
أنا أعتب على بعض الحلقات قرآن، أسأل طالب كم حافظ؟ قال وصل النور. قلت ما معرفة دهم بالساهرة؟ قال والله ما أعرفها. ما هذا الكلام؟ لابد أن نعلم. إيش يقول؟ نعم السلف يعني 10 آيات حتى يتعلموا فيه من العلم وإيش والعمل. نعم، فلابد أن نتعلم العلم والعمل ونعلم العلم والعمل. نعم. النوع الثاني الفقيه، تأتيه أو يأتيه النص ويبيت جالس عن النص هذا، استنباط واستنتاج. نعم، فيخرج من النص المسائل العديدة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول أهل العلم مفهوم المخالفة إيش هو؟ من لم يريد الله به خيرا ماله لا يفقهه في دينه سبحانه وتعالى. ولذلك نريد نريد الحفاظ أيضا، ونريد الفقهاء. طب ما نريد الفقهاء على مصطلح الحديث، شيخ إيش عندهم الفقهاء؟ إيش هم؟ علم الفروع؟ لا، أريد الفقه يعني بكل معنى الجملة، سواء كان فقها عقائديا أو كان فقها في الفروع. لأن العصر الحديث يسمون الفقه إيش عندهم؟ كان تخص فقه. إيش هو؟ فقه الفروع، يعني الأحكام العملية يسمونها. الفقه الأكبر اللي عند أبو حنيفة وعند العلماء هو إيش؟ مع أن الفقه الأصلي في إيش؟ كل فقه. نعم، فنريد من كل مسلم ومن كل طالب علم أن يتفقه في دين الله عز وجل، وأن ينشر هذا الفقه. فقه الصلاة كم يعني كم مسائل في الصلاة يجهلها الناس؟ كم يأتينا مسائل كل يوم في الصلاة؟ ليش؟ لأن القصور فينا إحنا. أنا ما أتكلم، أتكلم عن نفسي أنا. القصور فينا نحن، ما بلغنا هذا العلم، ما بلغنا هذا الفقه، ما فقه الناس في دين الله عز وجل. ولكن نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم، ولكن نريد أن نعيش مستقبلا من الآن أن نفقه الناس في دين الله عز وجل، وأن نعلمهم الأمور الأساسية، سواء الإيمان الجملي، نعم، أو المسألة التي يحتاجونها في حياتهم في أيامهم كالصلاة والزكاة والفقه إيش الذي يحتاجه المرء في اليوم 5 مرات أو أكثر من ذلك، إلى غير ذلك من الفقه الذي لا يتناهى. فيا أخي طالب العلم، يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب البيت والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته. لو يعرف المرء قدر العلم لم ينم. طالب علم ينام حتى الصباح ما يقرأ مسألة. طالب علم حياته، نعم، يحضر درس في الأسبوع يوم واحد وحط الكتاب فوق الماسة ومشى حتى الدرس الجاي. وقال أنا طالب علم. هذا طالب علم، ما ينظر في الكتاب أصلا، يحطه بس يعني. ويأتي متى في الدرس؟ قد مضى 30 دقيقة، باقي 10 دقائق، راح يتوضى فيها 10. وذاك يا طلاب العلم، احرصوا على حضور مجالس العلم والجلوس إلى 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 طلاب العلم والعلماء. نعم، الشيخ زيد جنبكم هنا، حد عندك الشيخ يجيك الدروس هنا؟ يجيك طلاب. المهم هذا المسجد الآن لماذا فتح؟ ولك أيها الأحبة، يا طلاب العلم، اتقوا الله فيما تحملون من العلم. يا طلاب العلم، اتقوا الله فيما تقرؤون من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قفوا مع هذا القرآن علما وعملا. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم:
لماذا نزل القرآن؟ مختصر جملتين بس. قال الكلام ليتدبروا ايش؟ وايش؟ يتفقهوا فيه ويعملوا بما فيه. هذه المختصر. يتفقهوا في هذا القرآن ويعملون بما فيه. فقه علم ايش؟ علم وعمل. كم آية نقرأها الآن ما, 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 ما نعين فيها. أنا سأذكر بعض البرامج العملية ها؟ أو فيما يتعلق بأعظم العلم وأولاه وأكمله وأعلاه، وهو العلم بالله وبأسمائه وصفاته وبتوحيده. هذا هو أعظم العلم، هذا علم الأصل، هذا العلم بالله عز وجل، العلم بأسماء الله وصفاته، العلم بما يجب لله وما لا يجوز عليه، لا يجوز علينا. وسأذكر آيات تطبيقات عملية أمر الله فيها بالعلم. قال الله عز وجل واعلموا، هذا أمر، أن الله يعلم ما في أنفسكم، التطبيق فاحذروه. اعلم ها ايش معنى طبق هذا العلم. وإذا كان يعلم ما في نفسي، اعلم، هذا علم ترى، هل تعلمنا هذا العلم؟ ثم طبقناه، علمنا أن الله يعلم هذا، فكنا على حذر من الذنوب ومن المعاصي ومن زيغان القلوب ومن ايش ان تشغب بالشبه، نسأل الله العافية، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط. واذا كان يقول لي يقول لك احاط، ايش معناه؟ انتبه لنفسك، يقول تراني أعلمك ومطلع عليك. ولذلك يا من علم هذا العلم، عش حذرا من معصية الله عز وجل، عش قائما بطاعته، واعلموا أن الله سميع عليم. في آية شخص كذا، ايش معنى هذه؟ شوف، هذه أوامر إلهية يا شيخ، هذه أوامر إلهية. اعلم، علمت. إذن بماذا أتكلم؟ فإنه يسمعني، فلا أتكلم بما لا يرضيه، ولا أتحدث بما يسخطه. قل اعلموا، سميع، والسمع يتعلق بإيش؟ بالمسموعات عند أهل العلم. فهو يأمرني أن أعلم، أن أكون عالم بهذه المسألة، ولكن يريد مني إيش؟ تطبيقا. وإذا قال لا تدعونا أصم ولا غائبا، سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إن الله، واعلموا أن الله بما تعملون بصير. إيش معناها؟ هذه المسموعات وهذه إيش؟ المبصرات. يا معناه ما تحرك حركة أفعال. يقول أعلم، أمر هذا يا إخواني، أمر بالعلم، أمر هذا عقائد في أسمائه وفي صفاته وفي سمعه سبحانه وتعالى وفي بصره، نعم، وفي علمه، نعم. فيأمرني وإياك، فإذا علم أحدنا ثم تنكب الطريق، أعلم كأنه يسمعك ويتكلم بالباطل. هل هذا قام بالعلم؟ لا والله.
يعلمني ويعلمك، يقول اعلم أني مطلع عليك وأبصرك وأراك، ومع هذا ماله يتحرك في المنكرات ولا يبالي. ولكن لابد أن يكون طالب العلم مهتما بعلم العقائد، بعلم التوحيد، بعلم عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وأن يخلص في هذا العلم حتى لا يكون يوم القيامة إيش ليقال عالم لعرفه نعمته. نعم قال علمت، قال إنما تعلمت ليقال عالم وقد قل ثم يسحب إلى النار والعياذ بالله. وهكذا أيها الحبيب يا طالب العلم، تنبه لنفسك وفقك الله، ازدد من هذا العلم. واحدة مختصرات هذه، اسأل الله أن يزيدك منه. وهذا رسولنا ماذا يقول؟ يقول ربي، وهو منه العلم عنده عليه الصلاة والسلام، يقول ربي زدني علما، يطلب زيادة علم. نعم، وإذاك أنا وياك نبغى نطلب زيادة علم، خلي هذا في راسك. نعم، نبغى برامج عملية، ها اطلب الله يزيدك علم، اجتهد، اسأل الله جل وعلا أن يفقهك في الدين وأن يعلمك التأويل، بل واسأل من والديك ومن كان له عنده دعوة تجاب عند الله عز وجل أن يدعو لك في العلم، كما دعا النبي لمن؟ لابن عباس. وإذا واعلم أنك كلما تقربت إلى الله ولجأت إليه، نعم تقرب الله إليك، وكلما اشتغلت بالعلم بالعقائد بالعلم الشرعي ونيتك خالصة لله عز وجل وعلمت الناس، فهذا هو المنهج النبوي الكريم، منهجه يعلمهم هذه حياته. الكتاب، ايش الكتاب؟ القرآن معروف، والسنة ما هي؟ الحكمة السنة، ويدخل فيها وضع الشيء كلما كان حكمة، نعم في موضعه نعم. ولذلك اشتغل من هذه اللحظة على العلم بالقرآن والسنة. ولذلك أنا أعتب الحقيقة على بعض الطلاب، ما شاء الله طالب علم ولكن لا يعرف من تفسير القرآن شيئا. هذا طالب علم، ها شيخ زين، ها لأنه ما يقرأ التفسير، ها صحيح يقرأ في قوض المربع، ها ولا يحفظ، لكن هذا الأهم عندنا الآن. وإذا كان أميا، إيش معنى أمي؟ نعم مجرد تلاوة بس، نعم ولا يدري ماذا في هذا القرآن ولا ماذا في. وإذا تجده يخالف القرآن، يخالف المنهج النبوي، لأنه يقرأ ولا إيش، لا يقرأ تفسير ولا يتفهم القرآن ولا يتفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا طالب العلم أولا اعتني بالقرآن، حفظ القرآن أو حفظ بعض أجزائه، نعم عند حفظ القرآن لا كثير، نعم العناية بتفسير هذا القرآن، بفهم هذا القرآن. والله لو أن أحدنا في رمضان المقبل، ها بعضهم قال القرآن كم مرة في رمضان؟ 10 مرات بعضهم، قل له 10 مرات خلها هذه السنة بس، أنا شيخ زين أقول له هذه السنة أعطنا هذه السنة تقرأ القرآن من أول آخره وتقرأ تفسيره، قراءة تأني، وتعرض نفسك على هذه الآيات. هذا العلم اللي في العمل يا أخوان، كل ما قرأت بآية يقول عندنا مثل قلب نفسك، كيف أنا أم هذه الآية؟ وهو يقرأ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يقرأ إيش؟ آيات الإيمان، آيات العمل الصالح، نعم فينظر في نفسه هل عملي هو صالح، ينظر في قلبه، نعم ينظر في أوقاته كيف يقضيها،
نعم. يا شيخ اختم 5 مرات ولا مرة واحدة مع التفسير؟ نعم، مرة واحدة سده. يعني لو ختم 5 مرات قراءة؟ لا لا، بدون تدبر. الله قال لي تدبر ايش؟ بدأ بها قبل ايش؟ قبل العمل ولا لا؟ لماذا قال القرآن؟ يعني لو بدأ في تفسير مثلا كبير ياخذ تفسير مبسط. لا يمكن ابن كثير كبير، يمكن فيه الشيخ عنده علم. ها؟ مختصر الآن في التفسير الآن اللي حق اللجنة الدائمة اللي طلعوه من الوزارة. ممتاز هذا، نعم. لكن إذا فسر المرحلة يعني أخذ التفسير هذا وأكبر في شهر رمضان. تمام. هل أفضل هو أن يختم 5 مرات؟ هذا أفضل من ختم 5 مرات. لأن هذا قراءة إيش؟ تدبر. والنبي النبي كان يتدبر القرآن حتى وهو يقرأ في صلاته كما ثبت في الحديث الصحيح. كان إذا مر بآية فيها سؤال إيش؟ تعود. ها شوف كيف. ولذلك احنا نحتاج يا اخوان، ما نحتاج الى مجرد كلام، نريد علما مع العمل. ترى اذا ما في عمل، نعم، كان القرآن والسنة حجة علينا واصبح ذنب الانسان اعظم، اصبح متعلم ولكن ما يطبق. نعم، فاعتني، اجعل لك هذا رمضان السنة هذه قراءة القرآن مع تفسيره ولو مرة واحدة، لكن قراءة عرض، قراءة رغبة، أنك تشوف تدرس نفسك أمام هذا الكتاب. الكتاب هذا ما جاء هكذا مجرد دد 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 دد. نعم، يهد هذا الشيء ويتردق. نعم، لكن نحتاج أن اقرأ مثل ما قلت التفسير مبسط، اعرض نفسك على الآيات، كل مرة بآية عندي خلل. أوفوا بالعقود، كم عقود بينك كل يوم مع الناس؟ كم عقود مع البائعين في السوق؟ حتى السمبوسة هي عقد يا شيخ، ها؟ لكن من يتأمل؟ ولذلك أنا قلت لك قبل قليل، نريد قراءة تطبيقية، بحيث عندما تشتري من السوق وأنت تتأمل قول الله عز وجل أوفوا بالعقود، في التطبيق العملي يا شيخ، ها؟ فهم هذه المسألة؟ فهمتها كيف؟ ها؟ يعني أنت الآن تشتري وأنت أمامك قول الله أوفوا بالعقود، قل هذا عقد، أنا 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 أمرني الله عز وجل أن أفي بهذا العقد. إيش معنى أفي؟ لا أغش، لا أخدع، لا أكذب، أوفيه حقه. نعم، وهكذا وهكذا نريد أن نقوم في القرآن، قلت لك قراءة وفهم وعمل. فإن من سار على هذا المنهج أخذ منهج النبي في قول عائشة رضي الله عنها، إيش خلقه؟ القرآن. وترى هذا مو صعب، لأنه التكليف مو بالمستحيل هذا، ها؟ هذا تكليف بما في طاقة العبد، وفي يعني مسهل بفضل الله عز وجل، بل هذا يورث الإنسان، نعم، قرب من الله عز وجل. وكم يأتيه من الثواب؟ هل هذا مثل ثواب يشتري واحد يشتري من السوق؟ ها؟ احنا نبغى هذا، فاهم هذا الكلام؟ احنا نبغى هذا البرنامج، انا اريد ان اقوله للناس، وهو الذي يعني في نفسي اريد ان اقوله لي ولاخواني، يعني يرتفع درجة، يرتفع، نعم، في السوق لا يتحقق مع القرآن، في الزوجة ويتعامل ايش؟ مع القرآن. تسيء الزوجة إليه، تسيء إليه وهو يتأمل قول الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح. الآية هذه فين جاءت يا شيخ؟ ها؟ ها؟ عندها نساء، نعم، أحضرت الأنفس الشح، فين جاءت الآية هذه؟ كثير من الناس ما يفهم هذه الآية، ها؟ جت بين الزوجين، إيش دخل هذه بين الزوجين؟ لأن كثير من الناس زوجتي ما تعطيني حقوقي، والقضية كلها حقوق تعطيني يا أخي، في أشياء تنازل عنها، ها؟ لا تكون شحيح، ها؟ كذلك الزوجة، نعم، عندما تعامل زوجها وقد أخطأ عليها، واضح، مثلا بخسها في نفقتها، بخسها في حقوقها يعني جملة أو في بعضها،
ويتأمل قول الله عز وجل تسامحه، والله يقول وأحضرت الأنفس الشح، تقول أنا ماني شحيحة بحقي لهذه الدرجة، عفى الله عنه. والزوج عندما تأتيه الزوجة بالكلام، نعم بعض الناس يجيبوا اللعلعة، لكن تأمل قول الله عز وجل أعرف بعضه إيش وأعرض عن بعض. شوف كيف احنا ما نبغى مجرد تغافل، نبغى يتأمل مين؟ يأمل الآية قدامه حاطها، وحاط رسوله الكريم أمامه، نعم عليه الصلاة والسلام، عرف بعضه وأعرض عن بعض، جابت كلام وتبع الحياة مثلا فلانة قالت وفلانة قالت كلمتين، وقفل الباب موال. وهكذا يا أحباب نريد من اليوم حياة على القرآن، حياة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ما عندنا، حتى ما عندنا عندما يلبس الثوب، نعم وهو يتأمل قول الرسول ايش؟ إذا لبستم فابدؤوا بأيمانكم. ايش معناها؟ الحديث صحيح، لبستم أو أكلتم، نعم. فهو يقول رسولي يقول لذلك، وإذا قام إلى طعامه، واضح؟ رسولي قال لي، واضح؟ وإذا قام إلى طعامه، حنبغى يا شيخ قلت لك قرآن عمل، ويرى قدام الفواكه والخضار، نعم، ويرى قدام الأمور التي إيش أعطاها الله عز وجل، نعم. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، عنب قدامه، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، قال هذه قدامي. ثم قال متاعا إيش؟ قال يا رب متعتني بهذه، هذه متعة، أنت أعطيتني متاع. يتأمل إيش معنى قدامه؟ عارف يعني؟ الآية قدامه، متعتني بها، نعم، بل هي خالصة الذين آمنوا فيه، حياة الدنيا أنت خلصتها لي وحرمت الكفار منها، نعم، في الآخرة، بل في الدنيا ليس لهم أن يستمتعوا بها. تحط الآية مع الآية الثانية، واضحة؟ وهكذا، نعم، نريد يا أحباب كما قلت لك إيش؟ علم من هذا القرآن، من هذا الوحي، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتطبيق لهذا العلم. ما نبغى علم نظري، لأن هذا هو المراد الإلهي، ليتدبروا آياته، هذا الوحيين كلها ترى، وليتذكر أولو الألباب. الواحد يقول هل أنا من أصحاب الألباب ولا من الخبلان؟ من أصحاب الألباب؟ فكان القرآن يقول إن كنت صاحب لب وعقل حي وقلب حي تذكر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهكذا أيها الأحباب، أنا أظن طولت عليكم في المسائل هذه، نعم. المهم إيه؟ إحنا ما نبغى نتكلم على مجرد علم، واضحة؟ ونريد علما وعملا وتطبيقا، بحيث أن أحدنا يعيش كما عاش رسوله عليه الصلاة والسلام. قرآن يتحرك، خلق القرآن. ولذلك نبقى في رمضان، ما يطلع رمضان إلا وأنت رجل آخر بعد رمضان. لا 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 أبدا، العلم الشرعي هو للجميع، العلم هو للجميع، لجميع، بل هي، أنا قلت لك أمة العلم، أمة محمد أمة علم، ترى ما هي أمة جهل، ونبيهم نبي العلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام من اللي علمه؟ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وإذاك احنا نبغى المعلم يتأثر بالآية هذه، يكون قوي في مادته، يتأمل الآية قدامه، واضحة؟ ويكون قوي في مادته، نعم. فالعلم الشرعي ليس حكرا على طلاب الشريعة ولا فلان ولا فلان، بل هو للجميع،
سواء كان متخصص شريعة، متخصص إيش، طب، هندسة، متخصص كمبيوتر. كم الآن من علماء الكمبيوتر أفادونا الآن؟ اللي لم نقول هذه يا شيخ، كم من الخير عندهم يا شيخ؟ وهذا من نشر العلم، وهذا من منهج النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا ابتغى بذلك وجه الله. ولك عندنا أهم شيء يكون الإنسان عنده نية صادقة، ويكون عنده إيش، يعلم ثم يعمل بعد العلم، ولا يكون عاملا إما على ضلال كما هي طريقة النصارى، أو على علم ولكن إيش، أيوة نعم، كما في تفسير سورة الفاتحة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.